سمعت عن نبض الحياة؟ طب عرفت انها في السنة اللي فاتت بس قدرت تفرح 2500 أسرة بدخول وصلات المياه لبيوتهم؟ لو لسه لحد دلوقتي ما ساهمتش في الخير ده، اتصل حالا واطلب المندوب. او حتى لو كنت ساهمت، اوعى تتأخر وساهم تاني، لان لسه في آلاف البيوت محتاجة للصدقة دي. طب عرفت ان نبض الحياة عملت اكتر من 300 بير في مطروح وسينا؟ اوعى يكون فاتك الخير ده، حالا خد القرار وساهم معانا في حفر الأبار. اشتريت بيتك الجديد ولا لسه؟ طب وشقة ابنك اللي هيتجوز فيها؟ وانت بتبني للدنيا، اوعى تنسى تحجز لنفسك قصر من قصور الجنة. لسه في مساجد كتيرة منتظرة الدعم عشان ترجع تفتح تاني للناس تصلي فيها. اوعى تبخل على نفسك بقصر في الجنة، وساهم معانا في إعادة بناء المساجد المتهلكة في القرى والعزب الفقيرة، واتصل دلوقتي. في نبض الحياة مؤمنين جدا بالتخصص، عشان كده لما هتروح لمكتب البريد وتتبرع على الحساب 02-04-11-3-3-0-1-3-5-8-1-8 تبرعك هيتخصص بس للمية. ولو اتبرعت على حساب رقم 02-04-11-3-3-0-1-3-6-8-1-8 تبرعك هيتصرف على المساجد. ولو عاوز تساهم معانا في كل أوجه الخير زي إطعام الطعام وكسوة المحتاج وفك الكروبات، اتبرع على الحساب 02-04-11-3-3-0-1-3-4-8-1-8. إيديكم في إيدينا، لسه الخير بين أيدينا. وصلنا مشاهدينا لفقرتنا الثانية، فقرة الخير مع جمعية نبض الحياة. والحقيقة هم منوعين النشاطات بتاعتهم بشكل جميل، وهنعرف أكتر مع ضيفنا الأستاذ إسلام أمين المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. احنا النهاردة هنتكلم في حاجة مختلفة تماما، مش زي على بال المشاهدين. الناس تعودت من نبض الحياة انها بتسمع استغاثة وصرخة وتجري تلبي الاحتياج ده. أيوه. بنسمع استغاثة في أطفيح، ناس عاوزة أبار ما عندهاش مية فنطلع لهم المية من تحت الأرض. بنسمع استغاثة في الصعيد، ناس المسجد بتاعهم متهد وعاوزين يبنوا مسجد فنجري بسرعة نبني المسجد بتاعهم. استغاثة النهاردة مختلفة تماما. احنا في نبض الحياة سمعنا استغاثة الأحياء، والنهاردة بنلب استغاثة الأموات. عايزين نعرف ازاي بقى استغاثة الأموات دي ازاي. حد بيشوفني دلوقتي يقول هو الميت ممكن يتكلم؟ الميت ممكن ينطق؟ الميت ممكن يبلو استغاثة؟ يقول الحقوني؟ ده اللي احنا شفناه. قال الحقوني ازاي الميت؟ الميت في الفيوم في مركز طمية محافظة الفيوم صرخ واستغاث وقال الحقوني. والله حضرتك على حاجة، الناس اللي حواليه كمان بقوا يستغيثوا من استغاثته. احنا دايما مشكلتنا في المية ان المية مش موجودة. لما نروح أطفيح فنحفر بير عشان نطلع المية اللي تحت الارض. الفيوم وكلنا عارفين انها مكان منخفض. في منطقة هناك مخصصة للمقابر، المقابر دي المية الجوفية بدأت تطلع غرقت المقابر، غرقت الأموات في المقابر بتاعتهم وهدمت عليهم المقابر. لا حول ولا قوة الا بالله. تخيل ان انا اروح هناك فلاقي الناس تحكي لي مناظر مأساوية. حد يقول لي أنا والدتي توفت وفضلنا سايبينها في المستشفى 3 أيام مش عارفين ناخدها من التلاجة ندفنها. لحد ما حد يحن علينا ويفتح لنا مقبرة من المقابر اللي لسه تصلح للدفن. والتاني اللي كلمني وقال لي ابني طفل بعد ما اتدفن لقينا تاني يوم أعزكم الله كلب خرجه من المقبرة وبدأ ينبش فيه. وضع مأساوي وصعب جدا جدا. محدش فينا يتخيل، محدش فينا يتخيل ان عزيز عليه او قريب ليه او صديق ليه او هو شخصيا ممكن يتحط في مقبرة بالشكل ده، بدل ما احنا بنقول في الراحة في مكان راحته في نومته الأبدية. أبدا، تدخل عليه المية ويدخل عليه التعالى ويدخل عليه الكلاب، ووضع صعب جدا جدا. لما احنا شفناه قلنا فعلا صعب فعلا للأموات وللأحياء. صحيح. طيب انتوا بقى ايه الفكرة اللي انتوا عملتوها؟ احنا في نبض الحياة مشتغلش لوحدنا، يعني مش بنغرد كده في سرب ومنفصل. رحنا شفنا الاستغاثة، طبعا تعاطفنا معاها. طلعنا اول حاجة على المحافظة هناك وقلنا لهم هل ممكن نوفر مكان بديل يكون مقابر للناس دي. فالمحافظة قالت والله المنطقة دي هي منطقة المقابر المخصصة لمركز طمية، لكن ممكن نتعاون مع بعض. احنا من ناحية نحسن شبكة الصرف الصحي اللي فيها تسريبات وفيها مشاكل، وانتم من ناحية كجمعية نبض الحياة تبدأوا تتعاونوا معانا تجددوا المقابر دي. طب التجديد ده محتاج ايه؟ محتاج ان احنا نرد
نقدم ونعلي حوالي 6 متر. ايوه. وبعد ما نعلي ال 6 متر نبدا نبني المقابر بتاعتنا، وبدانا بالفعل عملنا نموذج هناك. الناس بتقول احنا المقابر دي بقت يعني هي اللي رحمتنا ورحمت امواتنا ورحمت اهلنا. طبعا. كانوا الاول بيخافوا يعدوا من جنبها، لان هو بيعدي بيتخيل والده شكله ايه دلوقتي وهو عايم في الميه الجوفيه دي، بيتخيل والدته، بيتخيل عزيز عليه، كان بيحبش يعدي من هناك. لكن دلوقتي الحمد لله الوضع اتغير ومحتاجين نغير اكتر. احنا عندنا هناك 50 مقبره، 50 مقبره دول بيخدموا 20 عزبه. كل العزب دي كان عندها مشكله في دفن موتاهم وما زالت المشكله موجوده، وبنحاول نحلها ان شاء الله. نشوف مع بعض التقرير ونرجع. المقابر هنا دلوقتي حضرتك الميه مش عارفين، بقى لنا كذا سنه بنعاني من المشكله دي ميه واقفه من الصرف الصحي حضرتك، ما مش عارفين حتى نخش برجلنا المقابر. فيه ناس كانت مدفونه هنا ولقيناها حضرتك عايمه في الميه ومش عارفين نطلعها نوديها فين حضرتك. اولا لولا مؤسسه نبض الحياه لكان هؤلاء الاموات كلهم على وجه الارض من شده المياه. احنا بنطلع من البيوت على ريحه الاموات. أنا طالع في مرة لقيت المؤاخذة الكلاب واخدة جثة طفل صغير، لأن القبر اتطبق عليه. فعشان كده ده كان الدافع والحافز الرئيس لمؤسسة نبض الحياة اللي هي بتسعى لكل أوجه الخير في كل مكان، إنها تيجي هنا عزبة الجبل وتستجيب لنداء الناس علشان تستر الناس وهم أموات إكراماً لهؤلاء الذين ماتوا وفارقونا. أنا معرفهمش، أنت ما تعرفهمش، إحنا كلنا ما نعرفهمش، لكن ده ما يرضيش ربنا، نعمل لهم اللي يرضي ربنا. وزي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ستر مسلماً ستره مين؟ ستره الله سبحانه وتعالى. انت بتستر مسلم. طبعا شفنا مع بعض مشاهدينا بعنينا التقرير والحمله بتاعت مؤسسه نبض الحياه اسمها اكرام، يعني اكرام الميت. صحيح. اكيد. وشفنا المية ازاي ان هي مغرقة المقابر والمأساة اللي احنا سمعناها من الاهالي، فربنا يكرمكم. احنا شفنا يعني في التقرير، لسه طبعا هنبقى نشوف تقرير الانجازات، لكن شفنا بداية ان انتوا عليتوا الطوب. ما كانش ينفع نستنى. الطوب. صحيح، ما كانش ينفع نستنى. اول ما رحنا جبنا مهندسين مختصين بموضوع الصرف ومنسوب المية والكلام ده، وقلنا لهم نعمل ايه، فعرفنا ان احنا المنطقة دي بالكامل لازم تتبني حواليها سور ويتردم من الداخل ويدك بطريقة معينه ونرجع نبني مقابر جديده عشان تعلى عن عشان تعلى بالظبط، تعلى حوالي 6 متر عن الارض، هتبقى منطقه عاليه جدا الحمد لله المايه ما توصلهاش، نبدا ننقل المقابر القديمه فيها. ايوه. عاوز اقول لحضرتك ان من الحاجات الجميله ان المقابر دي في الفيوم، يعني اي حد من القاهره او من المحافظات القريبه عاوز يروح بنفسه ويشوف الحاجه دي على الطبيعه ويجيب التبرع بتاعه، حديد، بطوب، برمل، بزلط، باسمنت، احنا تحت امره، وبنوفر كمان وسيله مواصلات للمتبرع من عند بيته لحد ما يروح للقريه ويتبرع هناك بنفسه. طبعا خلاص واثق في نبض الحياه، وانتم يعني ان شاء الله قد المسؤوليه وهديكم التبرع، ممكن كمان المندوب يحصل التبرع من البيت. وعندنا حاجه جميله جدا،
زي ما بنعمل في الابار بنحط على البير اسم المتبرع، احنا اتفقنا مع اهل البلد دي ان اللي هيتبرع بمقبره كامله اللي هي تكلفتها 10,000 جنيه هنكتب على المقبره ان المقبره اهداء من عائله الحاج فلان، او المقبره اهداء من الحاج فلان، او المقبره صدقه جاريه على روح ام الحاجه فلانه. يبقى هنا كل متبرع بيحط جنيه في التبرع ده بتاع المقابر اللي في الفيوم هو صدقه جاريه، عارف مكانها فين واسمه كمان موجود عليها علشان اهل المنطقه يدعوا له بالرحمه ويدعوا له. يدعوا له كام سنه بقى؟ زي البير بنقول ان هو 100 سنه، لا المقبره دي بيدفن فيها الناس الى قيام الساعه، ده مسواهم الاخير لحد ان شاء الله يوم القيامه، وتفضل المقبره تخدم الناس دي كانه بنى مسكن للناس دي لحد يوم القيامه. سبحان الله. طبعا ارقام التليفون موجوده على الشاشه علشان اي حد حابب ان هو يتواصل مع المؤسسه، وربنا طبعا يكرم كل حد يتبرع بصدقه جاريه في ناش نهائي. وانت شايف حساتك العيشه الصعبه اللي احنا فيها، ما اللي بيجيب ميت النهارده مش قادر يبني له ولا يعمل له، احنا بالموته بتموت بنقوم على حالنا ان احنا جايين ندفنها، بنفجر بالميه دي زي ما انت شايف سيادتك اهو، احنا جبنا موته من قيمه شهرين دفناها عند ناس غريبه. لو كان امنا ولا ابونا ولا اختنا مكانهم نعمل ايه؟ احنا شلنا مدفنه من تربه لتربه لحد لما لقينا ما لقيناش حل رحنا حطينا في التربه. وادي التربه هيبطينا اهي. قطينا اهي دف منطقة عالية ويجوا يشوفوا المناطق اللي كلها مية دي، هتعمل ايه؟ هنربي عيال؟ حتى دي حال الميتين، امال حال الاحياء يعملوا ايه؟ اهلنا اللي مش معانا بنسون حرمة مكانهم، سترهم واجب علينا، دول امانة بين ايدينا، طمنوهم اني لسه باقي ليهم حاجة فينا. مؤسسة نبض الحياة، هذه المؤسسة جاءت إلى هذا المكان في هذا التوقيت لتنقذ أصحاب هذه المقابر مما هم فيه. المقبرة دي تجديدها بيكلف 10,000 جنيه. 10,000 جنيه بنعمل بيها المقبرة من جديد في مكان آمن، في مكان بعيد عن المية. ولا تتأخر يا أخي، نحن ننفق آلاف الأموال على سياراتنا وعلى موائدنا وعلى ملابسنا وعلى طعامنا وشرابنا، فلما لا ننفق لإكرام موتانا؟ مأساة بجد، يعني اللي احنا شايفينه ده حاجة صعبة جدا جدا. الميت ده لو كان قادر يتكلم كان صرخ فعلا. طبعا كان صرخ وقال الحقوني. تخيل حضرتك كده لو مش ميت، لو حد حتى حي وفجأة لقى الصرف الصحي ضرب في البيت بتاعه، هيعمل ايه وهو حي مش ميت؟ قادر يتحرك، هيجري، هيفر، هينده، يقول يا ناس الحقوني يا ناس انقذوني. طب ده ميت لا حول له ولا قوة. حد بيسمعني دلوقتي ويقول لي هو الميت هيحس بحاجة؟ اقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي. النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف حد متكئ على قبر وسند عليه نهاه عن ده وقال له ما تسندش على القبر. شوف احنا كلنا دلوقتي كل اللي شاف الحلقة شاف الميتين دول وهم
بالوضع ده، الوضع المأساوي ده، لو كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عايش بينا دلوقتي كان هيقول لنا ايه على الناس دي؟ كان هينهانا عن الشكل ده، كان هيأمرنا ان احنا نعمل، هيأمرنا ان احنا نمد ايدينا ليهم وننتشلهم من مية الصرف دي ونعيد بناء المقابر ونجددها علشان تكون آمنة. كل واحد فينا يتخيل ان الناس دي هو، مش اقول ان هو حد عايز عليه، ان هو اللي في الوضع ده. اكتر بقى حاجه يعني الواحد ده ما يفكر فيها انه الناس اللي في القريه لما حد يموت لهم هم يبقى عندهم حزنين، حزن ان هم حزن على الميت اللي مات ده، وحزن هيحطوه فين، هيدفنوه فين. في الست اللي كانت في يبقوا شايلين هم. الست الطيبه اللي شفناها دي قالت كلام صعب قوي، قالت انا امي ماتت ولما رحنا ندفنها فتحنا المقبره بتاعتنا لقينا فيها ميه، قفلنا، فتحنا التانية لقينا فيها مية، فتحنا التالتة لقينا فيها مية، عملنا ايه؟ حطيناها في المية، ما انا مش هسيبها في البيت، هعمل فيها ايه؟ سموها في المية بتاعتها. لا حول ولا قوة الا بالله. نشوف تقرير كمان، اخر تقرير معانا في حلقتنا النهاردة. شفنا طبعا مع بعض يعني بصراحة حاجة توجع القلب، الواحد مش عارف يقول ايه. وطبعا ارقام التليفون موجودة على الشاشة، مؤسسة نبض الحياة، اللي يحب ان هو يساعد ويتبرع بصدقة جارية في المأساة اللي شفناها دلوقتي. عايز اقول لحضرتك ان انا بالرغم من اني كنت حاضر في التصوير ده وشفته بنفسي، لكن لما شفته تاني دلوقتي في الاستوديو بالشكل ده الموضوع مختلف تماما. الموضوع وانت في قلب الحدث بتحس ان الامر يمكن بسيط والناس بتتكلم معاك وبتتحركي وبتروح وبتيجي، لكن وانا قاعد دلوقتي وبتفرج على المشهد من بعيد فعلا الواحد لازم قلبه هو اللي يدمع. فعلا قلبه يدمع لما يشوف ازاي الناس دي بتصرخ، الصرخه باينه لكن مش طالعه لانهم اموات. احنا سمعناها واتمنى النهارده المشاهدين يكونوا سمعوها، صدقه جاريه 10,000 جنيه تبني مقبره تستر فيها الناس الى قيام الساعه. ربنا يسترنا جميعا يا رب. مشاهدينا اسيبكم دلوقتي بعد الفاصل مع فقرتنا الطبيه، وبشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا.